حياكم الله. اليوم إن شاء الله راح نلقي نظرة على مزود طاقة من كورسير وهو الـ RM850. الباور سبلاي هذا ممتاز جدا زي إن شاء الله ما راح نشوف. حياكم الله إخوان، معكم أخوكم مندر. اليوم إن شاء الله راح نلقي نظرة على مزود الطاقة هذا اللي يعتبر بديل لسلسلة سابقة وهي سلسلة TX. سلسلتنا زي ما أنا شايفين هي RM. إصدارنا اللي راح نسوي عليه فتح صندوق اليوم هو RM850. يتوفر منه 650 550، طبعا هذه أنصحك بالابتعاد عنه. بعدين سلسلة RM750 850 الألف، هذه أفضل ما تقدمه هذه السلسلة. فإذا كنت تبغى الأفضل من RM خذ 750 850 واللي هو الألف. يهمنا منها الجزئية هذه أنه عندك ضمان 5 سنوات وهذا شيء جميل جدا. وبعدين عندنا أنه low noise، الضجيج راح يكون منخفض فيه، فإذا كنت تبغى أداء صامت أو شبه صامت خذ اللي هو الباور هذا. بعدين انه 80 بلس جولد، يعني معدل التصنيف حقه هو 80 بلس، يعني الاداء ما راح يقل ما بين 80% الى 90% من ناحيه الفاعليه. فهذا شكله من الامام. يتبقى ان نذكر انه يدعم لي تقنيه الكورسير لينك، وراح نتكلم عنها ان شاء الله لاحقا. من الاعلى فقط ذاك لنا نوعيه الموصلات اللي موجوده، ونفس الشيء من الاسفل يعطينا بعض المعلومات، وهنا ذاك لنا السلاسل اللي تتوفر من شركة كورسير. ثم من الخلف معطينا بعض المعلومات. يهمني منه الجزئية هذه انه من ناحية الضجيج ما راح تشتغل معاك المروحة الا لما توصل الى حمل 40%. ما انطلع لكم، بسم الله راح نشوف الانبوكسنج والمحتويات اللي موجودة بالداخل. هذا شكل الغلاف الداخلي، بسم الله راح نسوي له الانبوكسنج. نفتح من هنا ثم من الأسفل. أول شيء لما نفتح الصندوق هذا راح نشوف الأشياء الموجودة هنا، دليل التشغيل والضمان ومنتجات كورسير، وأتوقع أنه فيه تقريبا هذه. فهذا بالنسبة لي البيبر ورك واللي هي الأوراق اللي تيجي معاه. فهنا شلنا هذه، راح نشوف الباور، راح اطلع الاشياء هذه كلها ونتكلم عليها بشكل موجز. وهذه هي كامل الاكسسوارات اللي موجوده مع مزود الطاقه هذا. راح نبداها باول شيء بكيبل الطاقه، هو كيبل سميك جدا كما هي العاده، كورسير تهتم بالتفاصيل. الشيء الثاني عندنا عده التركيب، هذه فيه منها او يوجد فيها طبعا مجموعه من كيبل الزيب تايز، هذا عشان تشد الكيبل وتسوي كيبل مانجمنت ممتاز. وفيها طبعا الشعار واللوجو الخاص بالكورسير راح تلزقوا على الكيس. بعدين عندنا الكيبلين، هذه هي كيابل خاصة بالفلوبي درايف، تقدر انت توصل فيها مثلا الطاقة لقارئ ذاكرة او اي جهاز ثاني يستخدم نوعية المقبس هذا. وبالرأس طبعا من الناحية الثانية هو رأس مولكس وعددها 2. بالنسبة لمجموعة الكيابل هذه هي كيابل PCI Express، هذه طبعا راح انت توصل فيها طاقة لبطاقات الرسوميات زي ما احنا شايفين، عددها 3 كلها طبعا برأس واحد 8 بن ورأسين 6 بن زائدا 2. فراح تقدر انت توصل اي نوع من انواع بطاقات الرسوميات اللي موجودة وعددها 3، يعني تقدر باستخدام الباور هذا انك انت تركب 3 كروت شاشة من اي نوع بدون اي مشكلة. نجي بعدين لكيبل الباور، زي ما احنا شايفين مفصول من ناحية واحدة، وهذا هو الرأس الـ 24 بن. والجميل فيه انه تصميمه مسطح اللي يعني انه فلات، وهذا صراحة توجه جميل جدا، بحيث انه راح يكون عندك الكيبل مانجمنت بشكل حلو جدا جدا، حتى تقدر انت تفصل الاسلاك هذه عشان يكون عندك مرونة اكثر في عمل الكيبل مانجمنت. فصراحة لفتة جميلة جدا من كورسير. بعدين عندنا هنا مجموعة 3 كيابل فيها 4 مقابس للساتا، فتقدر هنا توصل عدد كبير من الأقراص بدون أي مشكلة.
بعدين عندنا هنا كيبلين للسي بي يو، من هنا تقدر انت توصل الطاقة للمذر بورد، وكلها طبعا رأسين، رأس بثمانية بن ورأس ثاني ثمانية بن، يمكن فصله عشان يصير أربعة بن، وعددها زي ما قلنا اثنين. بعدين عندنا مجموعة كيابل عددها اثنين، هذه خاصة بالباور، كلها رؤوس مولكس، في كل كيبل أربعة رؤوس مولكس. أخيرا عندنا الكيبل هذا، وهو كيبل مخصص بتوصيل الباور بالدونجل الخاص بالكورسير لينك. بالنسبة لي الكيبل هذا لابد انك انت تشتري الاكسسوار اللي يوصل لك البي اس يو مع الكورسير لينك. شخصيا اشوف ان الكيبل هذا ما له فائدة، بحيث انك فقط راح يعرض لك القراءات الخاصة بمزود الطاقة. وزي ما ذكرنا كافة الكيبل هذه كلها معمولة بتصميم فلات، وتقدر انت تفصلها على كيبل عشان يكون عندك مرونة عالية في الكيبل مانجمنت، فصراحة شيء جميل من كورسير. راح نشوف الان الباور سبلاي ونتكلم معاكم عن بعض المواصفات التقنية الخاصة فيه. وصلنا الآن إلى الجزء الأهم من نظرتنا، وهو نفس مزود الطاقة. زي ما احنا شايفين هذا الشكل من الأعلى، صراحة تصميمه جميل جدا جدا كما عهدت من شركة كورسير. طبعا بالمناسبة اللي هو الباور هذا من تصنيع شركة OEM، طبعا اللي هي يطلق عليها مسمى تشيكوني. هذا بالنسبة للشركة، هذه شركة بصراحة ممتازة جدا في اللي هو التصنيع، هي اللي صنعت السلسلة هذه، سلسلة 750 850 والألف، أما سلسلة 650 والخمسمية وخمسين من تصنيع شركة CWT، عشان كذا ذكرت أنها شركة لا بأس فيها، ولكن ما تقارن بالشركة هذه. فهذه النقطة الأولى، زي ما احنا شايفين تصميمه صراحة جميل جدا. بالأعلى عندنا مروحة بقياس 140 ملي، حتى نوعية المروحة هذه هي نفس نوعية سلسلة مراوح الـ SF سيريز، فراح تكون عندك مروحة ممتازة جدا، راح تضخ هواء بشكل جيد. جميل فيها انه زي ما ذكر المروحة هذه ما راح تشتغل الا لما توصل درجة الحرارة للمكونات الداخلية 40 درجة، يعني لما يوصل الحمل الى 40% راح تبدأ تشتغل معاك المروحة هذه، وهذا تقريبا نسبة اللي هي الحمل هذه نادرا ما تصير، ولكن في حال انها وصلت الى الدرجة هذه راح تشتغل معاك المروحة بشكل جميل، فبالصورة هذه راح يكون عندك اداء هادي. فهذا شكله من الناحية العلوية. من الجانب زي ما احنا شايفين شعار الار ام، وبالجهة المقابلة نفسه مقلوب، يعني ممكن انك انت تركب اللي هو الباور بالشكل هذا او الشكل هذا، وضع في عين الاعتبار انك انت تخلي تهوية للمروحة سواء كان من الاعلى او الاسفل. هذا بالنسبة للناحية هذه. نشوف الناحية هذه او من الامام، زي ما احنا شايفين هنا يعطيك فقط اللي هو تنبيه انه اذا المروحة موقفة لا تحسب انه خربان. هذا شكله من الناحية هذه. راح نشوف المكونات الموجودة بالداخل، كلها مكونات جيدة جدا، ولكن ما تم استخدام مكثفات يابانية في كل اجزاء اللي هو الباور هذا، لا، فقط في المكثفات الاساسية والفلاتر الاساسية تم استخدام مكثفات يابانية الصنع، وطبعا هذا شيء ما يعيب المزود هذا، علشان البناء اللي داخل فيه طبعا موجه لاستخدام اقوى من الاستخدام المفترض انك انت تستخدم الباور فيه هذا. طبعا فهذه الواجهة كلها مصنوعة من المش عشان تسمح بخروج الهواء الساخن، مفتاح للتشغيل والاغلاق، والمنفذ الخاص بالطاقة من الخلف. ومن الخلف زي ما احنا شايفين هذه القراءات المهمة للباور هذا، زي ما احنا شايفين انه فيه تحويل آلي ما بين 100 فولت إلى 240 فولت بمعدل 12 أمبير إلى 6 أمبير. طبعا اللي يهمني منه اللي هو المنطقة هذه، انه في الريل الواحد عندنا 12 فولت وراح يوصل لك إلى 70.8 أمبير، ومعدل الاستهلاك الكلي هو 850 واط. الآن راح نلقي نظرة على المنافذ اللي يوفرها مزود الطاقة هذا. زي ما احنا شايفين الباور هذا موجولر، يعني ما راح نركب الا الاسلاك اللي احنا بحاجة له،
وطبعا موضح كل منفذ بالاستخدام الخاص فيه. فمثلا عندنا مجموعة المنفذين هذه خاصات بمقبس ال 24 بن، الثلاثة مقابس هذه خاصة بمنافذ البي سي اي اكسبريس، يعني راح نوصل الثلاثة أسلاك اللي شفناه في المنطقة هذه عشان نوصلها ببطاقة الرسوميات. المنفذين هذه خاصات بالسي بي يو باور، من هنا راح نوصلها في المذر بورد. هنا المنافذ الخاص بالسيتا راح نوصلها هنا. وأخيرا عندنا المنفذ الأخير اللي راح نوصل فيه السيلينك، بحيث أنه راح نقدر نوصل الباور هذا مع نظام الكورسير لينك. وصلنا إلى الجزء الأخير من نظرتنا على مزود الطاقة هذه. طبعا أنا اختبرت مزود الطاقة هذا مجموعة من الاختبارات، واطلعت على الكثير من المراجعات الخاصة فيه، وبكل أمانة الباور ممتاز جدا جدا، حصل على تقييم 9.5 من 10، وهذا شيء جميل جدا. وبالحديث عن المروحة زي ما ذكرنا، ما راح تشتغل معك إلا لما يحتاج اللي هو الباور ذلك، بحيث أنه لما يوصل إلى درجة حرارة 40 أو إلى حمل 40% راح تبدأ تشتغل معك المروحة. من ناحية معادلة الطاقة، صراحة معادلة ممتازة جدا، يعادل لك الطاقة بحيث أنه لو قلت أو زادت راح يسوي الموازنة بشكل تلقائي. كانت هذه نظرتنا على مزود طاقة كورسير RM850. أتمنى أن تكون نالت على استحسانكم كما هي العادة. لا تنسون تشوفون حلقاتنا اللي راحت وتعملون لايك وفيبرت وتشتركون معنا. كان معكم أخوكم مندر، سلام عليكم.